بحمد الله مثلت المملكة في 9 مسابقات وحققت 9 إنجازات بحمد الله. البداية حقيقة من صغري يعني أهلي كانوا يعني هم حقيقة ساعدوني واكتشفوني. يعني من صغري كنت دائما أحب أسأل وأفكر وكذا، يعني أبغى أفهم إيش اللي قاعد يصير حوالي. فبحمد الله الوالد الله خير يعني كان يوضح لي الأشياء في بعض المعادلات وكذا، فصار عندي شغف للرياضيات. يعني علم كل ما تدخل فيه كل ما تشوف إنه واسع أكثر وأكثر، فهذا الشيء البداية حببني في الرياضيات. فكملت لين ما وصلت إلى الصف السادس ابتدائي. ففي الصف السادس ابتدائي التحقت بأول دورة أساسية في برنامج الأولمبياد مع موهبة، ومن ثم تم ترشيح من مرحلة لمرحلة، بحيث أنه بدأنا ب70,000 طالب من حوالي المملكة إلى فقط 6 طلاب يمثلون المملكة. وهذه بعد ساعات كثيرة من التدريب، ما يقارن بالنسبة لي ب6,000 ساعة تدريبية خلال 6 سنين. في ناس كثار حقيقة ساعدوني في الرحلة، يعني ناس عدد مهول من الناس. يعني أولا والدي جزاه الله خير، دكتور في الرياضيات ساعدني ووضح لي الطريق. أستاذ وليد الجابري كان دائما مشرف في منطقة مكة المكرمة، كان دائما يركز على كل طالب ويساعده بنقطة الضعف حقته، مو كذا كل الطلاب بأسلوب واحد، كل طالب مع أسلوبه وكل طالب مع طريقته، كان مرة شيء مساعد. ومن المشرفين في جامعة في موهبة ومدربين في جامعة الملك عبد الله العلوم التقني، يعني كلهم حقيقة ساعدوني. وحقيقة أنا أشوف إنه هذه لسه بداية الرحلة، حتى ما هي ولا 1% من الرحلة، لسه في مشوار وكل شيء. وبالنسبة للمعاد القديم بالنسبة للمعاد الحاضر، لو قابلت نفسي قديم ما راح أعرف نفسي، شخص تماما تغير. برنامج يعني يأخذ كل نقطة ضعف الطالب ويخلي الطالب يركز عليها ويشد نفسه عليها. يعني حتى من أكثر الأشياء اللي استفدتها وتعلمتها كيف يعني البرنامج الأولمبياد برنامج شديد للتنافس، يعني كل طالب يشد حيله أكثر قدر ممكن عشان يقدر يكون في فرصة للمشاركة. يعني في طلاب متفوقين ولكن حتى لسه ما قدروا يشاركون. فمن أكثر الأشياء اللي أنا استفدتها روح التنافس في الأولمبياد. في المعسكر مؤسسة موهبة جبلنا مدربين من جميع أنحاء العالم، من أرقى المدربين يجيبوهم في جامعة الملك عبد الله العلوم التقنية. المدربين هذولا يدربون في تخصصاتهم ويدربون في مسائل صعب جدا، مسائل فوق مراحل الجامعية. فناخذ هذه المسائل ونتدرب فيها يوميا 8 ساعات تدريبية، بحيث يمكن نشارك في المسابقات ونحقق إنجازات دولية. المسابقة القادمة هي مسابقة الأولمبياد الرياضيات الدولي التي سوف يقام في النرويج. احنا حاليا في آخر استعدادات التدريب، وبإذن الله بنحقق إنجازات دولية لم تحقق بالنسبة لتاريخ السعودية، ونحقق أول ميدالية ذهبية بإذن الله